يقول أبو أحمد من اليمن، أخونا يقول عندي مبلغ من المال منذ توظفي من عام 14 هجرية بلغ قدره 40,000 ريال يمني، وفي عام 1415 بلغ 84,998 ريال يمني، فهل عليه زكاة وكيف يكون العمل، وهل لابد من مرور سنة كاملة، وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا بلغت الريالات نصابا وهو ما يعادل 140 مثقالا من الفضة أو قيمتها من النقود الورقية أو يعادل 200 درهم إسلامي الدراهم المعهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو يعادل قيمتها من النقود الورقية، فإنه تجب فيه الزكاة عن كل سنة، لأن إذا تم عليه 12 شهرا من حين تملكه الإنسان وجبت فيه الزكاة، أو كان أرباحا لدراهم تم عليها الحول فالربح يتبع رأس المال ويزكى معه عن كل سنة، فالدراهم تزكى كل سنة تمر عليها بأرباحها إذا حصل منها أرباح، بأن يخرج منها ربع العشر 2.5% من الدراهم. نعم.